أعود إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مراسلنا فراس لطفي. فراس، كيف يبدو الوضع الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ إذا ما تحدثنا عن طبيعة الحياة فهنا تسير بشكل معتاد، لا يوجد هنا أي أوامر استثنائية من الجبهة الداخلية لسكان شمال إسرائيل، تحديدا كريات شمونة، وبالتالي نحن نتحدث عن حياة تسير بشكل معتاد. قبل قليل تم فتح الطريق الذي سقط بجانبه الصاروخ الذي تم انتشاله الآن من الأرض من قبل قوات خاصة تعمل في الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي، وكما شاهدنا فإن الصاروخ يبدو من بعيد وبخبرتنا المتواضعة بأنه بدائي الصنع، وهذه ينسى هذا ما شاهدناه ينسجم مع الرواية الإسرائيلية بأن منظمة فلسطينية تمتلك هذه الصواريخ البدائية، هي من قام بإطلاق هذه الصواريخ وليس حزب الله. تجدد القصف المدفعي بالفعل مرة أخرى على مصادر إطلاق النيران في الأراضي اللبنانية، وهذا التجدد يبدو بأنه حتى الآن يعني في إطار محدود وليس في إطار واسع. التقديرات الأمنية والتقييم الأمني والسياسي لا يزال يعني مجتمعين في الأروقة السياسة الإسرائيلية لتقييم الوضع أمنيا وسياسيا للرد على هذا الإطلاق الخامس لربما للصواريخ من جنوب لبنان، ولكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي يتصرف بما تقتضيه التقديرات الأمنية على الأرض، وقام بإطلاق قذائف مدفعية مرتين على مصادر إطلاق النيران. لا يوجد هناك استنفار لافت حقيقة ماجد للقوات الإسرائيلية التي أصلا كانت هنا محتشدة لتنفيذ تمرين عسكري كبير يوم أمس استمر ل24 ساعة أول أمس وأمس، وبالتالي لا يوجد هناك حالة من الاستنفار العسكري. كما ذكرنا مرة أخرى صاروخان سقطا في الأراضي الإسرائيلية هنا، واحدة منهم تم انتشاله والآن يتم نقله بهذه الجرافة العسكرية، وآخر سقط في منطقة بعيدة وراء تلة قريبة من هنا، ولم يكن هناك لم يسجل أي إصابات في صفوف الجانب الإسرائيلي السكان الإسرائيليين الذين يسكنون شمال إسرائيل. طيب فراس ابقى معي، سأذهب إلى عمان مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة. أهلا بك دكتور صالح معنا على سكاي نيوز عربية. إذا ترى هذا التصعيد الموجود على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هناك كان إطلاق صواريخ، 3 صواريخ أو 5 صواريخ من جانب اللبناني، وصفت الصواريخ بأنها صغيرة على لسان مراسلنا فراس لطفي، أيضا كان هناك رد من المدفعية الإسرائيلية. في أي إطار تضع حجم هذا الإطلاق المتبادل؟ ما طبيعته وما رسائله؟ شكرا على هذا السؤال. السؤال واضح حقيقة، لا أبصره عن ما يجري بالمنطقة وما جرى ليلة أمس وما جرى قبل أسبوع مع السفينة الإسرائيلية. لنأخذ 3 أبعاد ترتبط بالبعد العسكري أو الاشتباكات نسميها، بعد تنصيب الرئيس الإيراني يوم أمس، بعد تصريحات رئيس الوزراء الجديد أيضا يوم أمس. يحاول الرئيس الإيراني أن يثبت أنه يملك أوراق ضغط يربطها بمفاوضات الملف النووي الإيراني القادمة، يربطها أيضا بتوجه إسرائيل إلى مجلس الأمن حول إصدار قرار ضد إيران. كل هذه التفاعلات نسميها الاشتباكات العسكرية من خلال الذئاب المنفرد، الصواريخ المنفرد، الصواريخ العشوائية، الصواريخ البدائية، لها دلالات ومضامين ما يدور في البيئة الإقليمية والدولية، لأنه كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي جديد ورئيس الرئيس الإيراني جديد، كل واحد بده يمسك أوراق ضغط فيما يتعلق بتحولاته. لكن أنا من وجهة نظري كمتابع ومحلل، لن ترقى هذه الصواريخ سواء كانت تقليدية بدائية، لن ترقى إلى مستوى فتح جبهة في شمال إسرائيل أو جنوب لبنان. وكذلك ما حصل للسفن الأربعة أو عملية الاختطاف التي انتهت بسرعة، لن ترقى إلى الاشتباك لأن حصلت في أعالي البحار، ولا يوجد مؤشر لا هنا ولا هناك تورط أي دولة في هذه العملية. لكن هي عملية جص نبض دون إعلان. من حزب الله أعتقد بعيد عن مسرح العمليات، لأنه أيضا حزب الله الآن
متورط في تشكيل الحكومة اللبنانية. يعني الوقت غير مناسب لتورط حزب الله. إيران تحاول قدر إمكان من هذه الإضاءات هنا وهناك الفلاشات هي محاولة رفع الضغط الإقليمي والدولي عنها في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية. العملية شائكة ومركبة ومعقدة في بيئة مضطربة. نعم دكتور صالح، طبعا وزير الدفاع الإسرائيلي هو وجه رسالة قيل أنها شديدة اللهجة إلى جانب اليونيفيل. اليونيفيل الآن حتى دورياتها لم تصل إلى المنطقة المستهدفة أو المنطقة التي بها التوتر. دور اليونيفيل دائما ما كان متأنيا صبورا، لكن في النهاية يستطيع يعني التواصل مع الأطراف. ما دور اليونيفيل فيما يحدث هنا؟ ما إمكانياتها أيضا؟ السيد اليونيفيل يعمل ضمن قرارات مجلس الأمن البند السادس، دوله رقابي وكتابة تقارير كاميرات تصوير، يرسل تقاريره إلى مجلس الأمن. دور اليونيفيل ليس فك اشتباك ولا قواعد اشتباك ولا دور اليونيفيل هو رقابي أعتقد، لكن أيضا وسيط. يعني دكتور صالح ممكن أن يكون وسيط ليس كذلك؟ بعد ما تقدم التقارير وتناقش ممكن أن يقدم. يعني هو دوره يحاول أن لا ينحاز لا للجهة اللبنانية ولا للجهة الإسرائيلية. قدراته محدودة، أماكن تواجده محدودة، الطرق اللي بده يراقب عليها أيضا محددة له على الخارطة، لن يتجاوز، لن يدخل كذا إلى المجال الإسرائيلي كذا غير منحاز. لكن إسرائيل تتجاوز اليونيفيل مرات، حزب الله يتجاوز. هناك مناطق لا يعرفها اليونيفيل بالطرق، قد يكون هاي الصواريخ بدائية تم التسلل ليلا، تم وضعها في منطقة معينة خارج عن سيطرة اليونيفيل. طيب. دكتور صالح، يوميا يتم خرق السيادة اللبنانية، يعني نرى الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق لبنان، اليونيفيل يرسل رسائل دائما يعني إلى مجلس الأمن حتى الحكومة اللبنانية وما شابه، لكن لا يتم العمل بها. يعني ما حدود دور اليونيفيل؟ هل هو فقط بري؟ ماذا عن الأمور الأخرى يعني؟ لا، اليونيفيل ليس حدوده، هو حدوده بري وبحري وجوي، هاي احنا المفترض يعني بيئة العملية المفترض. لكن دعني أوضح لك، الطائرات الإسرائيلية عندما تخترق المجال الجوي، أنت بتتكلم عن الطائرات الإسرائيلية عندما تريد أن تتعامل مع أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية أو على الحدود العراقية السورية، تحاول أن تخترق المجال الجوي اللبناني الضعيف بالدفاعات الجوية. الطائرات اللبنانية لا تدخل المجال الجوي اللي فيه دفاعات جوية داخل سوريا أو الحدود العراقية، خشية أن يتم إسقاطها من الصواريخ السورية أو الصواريخ الروسية أو الصواريخ. تحاول أن تستخدم المجال الجوي لأن قدرة الطائرة الإسرائيلية، لكن في لبنان تفعل ذلك دكتور صالح، تفعل ذلك. هي منطقة يعني بترمي تخصب سوريا من لبنان، من صواريخ في لبنان، لأنه مجالها الراداري يكشف أهدافها في سوريا وحتى الحدود، لأن الطائرات الإسرائيلية الحديثة F-35 أو F-16 تستطيع أن تتعامل مع أهداف وهي في الأراضي اللبنانية أو حتى في الأراضي الإسرائيلية، لأن المجال الرادار الأفقي بعيد جدا. من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة، شكرا جزيلا لكم.